بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الكرمة مباشر وانا سعيد اكون معاكم النهارده تستضيفوني في بيوتكم ومنازلكم حتى نتواصل مع بعضينا وبشكر ربنا من اجل قناه الكرمة اللي بتحاول تعمل برامج بس مباشر عشان يكون في تواصل مع المشاهدين في كل مكان في العالم وانا بتمنى ان هذا اللقاء يكون ممتع ورائع مش بس بنتكلم عن حاجات كتابيه لكن بنتكلم عن حياه عمليه عشان كده بنسمي لقائنا المسيحية العملية ويسعدني ويشرفني جدا جدا أن يكون ضيف هذا اللقاء هو الوالد الفاضل القصة الدكتور غسان خلف مدير كلية اللاهوت في لبنان لمدة 13 سنة سابقا وسابقا وخدم في الكنيسة كراعي الكنيسة لمدة 33 سنة وكتب المزيد من الكتب أكثر من 13 كتاب لكن في كتب جديده هتنزل في المكتبه العربيه وهو راجل عظيم في تفكيره اللاهوتي ودراسته الكتابيه لكن اروع ما فيه هو حياته العمليه اللي بيطبق الانجيل زي ما قال الرسول بولس في ريب واحد سبعة فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح السيس غسان اهلا بكم مرحبا في هذا اللقاء شكرا والفضل للمسيح دائما امين يعني يسعدني جدا ان حضرتك تربط الكلمه المكتوبه اللي احنا بندرسها او بنعرفها بالحياه العمليه اللي بتطبقها فتعيش الانجيل وده اللي احنا محتاجينه النهارده في حياتنا مش بس نعرف الانجيل او ندرس الانجيل لكن نعيش الانجيل امين وهذه حقيقه ثابته بالفعل ويجب على كل مسيحي ان يترجم الانجيل عمليا في حياته اليوميه فيبين ما فيه من فضائل. وهكذا دعانا الرب ان نظهر الفضائل لانه نقلنا من الظلم الى النور فنعيش المسيحيه عمليا فيظهر في حياتنا. امين. انا اشجع دائما على هذا الاتجاه، الله يباركك. اشكرك وانا عارف وشفت حضرتك من زمان تعرفت عليك وشفت من بعيد ومن قريب ازاي بتعيش حياه الانجيل مش بس بتعلم لكن بتعيش الانجيل وده اللي قاله الكتاب سفر الاعمال عن شخص المسيح. الكلام الاول سألته يا سوفيليوس عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويُعلم به فأنا بشكر ربنا من اجلك انك انت ماشي في طريق سيدك كما سلك نسلك نحن ايضا فبتعيش الكلام اللي انت بتعلمه للناس ودي نقطه قوه محتاجينها في كل الخدام والرعاه والكهنه والمعلمين. شكرا وانا انسب كل فضل في ذلك الى ربي ومخلصي أمين. يسوع المسيح فعلا. انا اكلمك بصراحه يا يعني انا لي علاقات كثيره مع اصدقاء مسلمين سواء في امريكا او في مصر او في بلاد كثيره مختلفه واغلب اصدقائي المسلمين كانوا بيتكلموا معايا عن الموعظه عن جبل واغلبهم قال ان احنا قرينا متى خمسه وسته وسبعه ونشهد ان هذا التعليم الراقي الرائع الروحي السامي لكن بعد كده كملوا قال الصوفي واحد او اكثر قالوا كلام صعب ان يعاش فهل تعاليم المسيح وخصوصا في المعزة على الجبل تعاليم رائعه فقط ام تعاليم رائعه صعبه ام تعاليم رائعه وسهله صحيح وليس فقط احبائنا المسلمين هم ينظروا هذه النظره الى عظه الجبل بل هناك ايضا مسيحيون كثيرون يعتبرون ان هذه الاخلاق هي اخلاق الملكوت المذكوره في عظه الجبل وانها لا تطبق في عالمنا الحاضر بل تطبق عندما يملك المسيح يعني كلام نظري فقط؟ من اجل ذلك نقول ان هناك ينبغي ان يكون هناك تصحيح لبعض المفاهيم وهي ان الرب يسوع المسيح شاء بهذه العظه مذكورة في متى خمسة وستة وسبعة أن تعاش اليوم وجوهرة هذه العظة الصلاة الربانية عندما يقول ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء في السماء كذلك كما في السماء كذلك على الأرض وهذا يعني أن الرب يسوع يريد أن هذه المبادئ تطبق هنا في الأرض فتعيش الأرض حالة سماوية إذا عاشت هذه الأخلاق. صحيح. وهنا نقول أن المؤمن بالمسيح ينال قوة من الرب، بالروح القدس، لكي يعيش هذه الأخلاق. وعندما يعيشها يتحقق ملكوت الله في حياته. من أجل ذلك المؤمنون الذين يعيشون هذه الأخلاق معا في الكنيسة يؤكدون على أن الكنيسة هي ملكوت الله الآن بانتظار.. عوده الرب يسوع المسيح لكي يملك حرفيا وفعليا في هذا الكون ولكن لا احد يقول ان هذه مثلا مجرد كلام صوفي او مثالي جدا لا يعاش ولا يطبق لا هذا غير الواقع انما هذا يطرح سؤال يجب ان نجيب عنه وهو التالي هل إذا علم المسيح هذه المثالية هل يجب أن ننكر ذلك ونقول علمنا أمورا عملية بمعنى أمور بمستوانا الأخلاقي أسأل كيف نرتفع عندما يقدم الرب يسوع تعليما مثاليا فهذا يعني أنه يرغب أن يرفعنا فوق مستوى وضعنا الذي نحن فيه يريد أن يرقينا أخلاقياً فما حدا يعاتب المسيح بالقول مثلا تعليمك مثالي شو يعني؟ يعني أنت ترغب في أن تبقى في الدون أم أم ترغب أن ترتفع أن ترتفع إلى المثال نعم ما أخلاق المسيح ترفعنا نعم. البعض يكتفي بالقول أنه تكفينا مثلا أخلاق الفطرة ما نحن نفطر عليه من أخلاق نعم ماذا يعني هذا هل يعني ان نعيش وضعنا عفوا الساقط نحن ابناء ادم الترابي هل نعيش يعني شهواتنا وانانيتنا الا يجب ان هذه الفطره تتنقى يسوع جاء لكي ينقي طبيعتنا هذه البشريه يرفعها الى المستوى الروحاني فلا نبقى جسدانيين نصبح روحانيين أمين. بمعنى نرتفع إلى المثاليات الأخلاقية وهي تعاش لمن يملك المسيح في قلبه أمين. وفي حياته أمين. يستطيع أن يشكو الإنسان غير المسلم ارادته لله يشكو أن هذه الأخلاق مثالية ولا أستطيع أن أقوم بها لكن هل جرب هذا الإنسان أن يقبل واضع هذه الأخلاق في قلبه يملكه على حياته ثم يرى كيف بإمكانه عندئذ أن يعيش هذه الأخلاق يسوع نبر على نكران الذات نعم وعلى حمل الصليب نعم والرسول بولس وضع نفس الكلام بطريقة أخرى يقول مع المسيح صلبته أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عندما يحيا المسيح فيا بإمكاني أن أحيا شرائعه المثالية وصاياه المثالية الإنسان الطبيعي لا يمكنه ذلك أكيد لا يمكنه ذلك لكن تبقى أخلاق يسوع مثل ضمير للإنسانية يرفعها إلى هذا المستوى وإلا بقيت في الدون في الدنيا في الدناية وهذا لا يجوز لقد خلقنا الله على صورته ومثاله ونحن بخطايانا وابتعادنا عن الله شوهنا هذه الصورة فأصبحت يعني كاريكاتورية لا تمثل الله تمثيلا حقيقيا جاء يسوع وقال اقبلوني أنا صورة الله وعندما أرتسم فيكم تعود صورة الله إلينا كما يجب أن تكون نعم. وهذا فضل الرب يسوع المسيح في رفعنا اخلاقيا اشكرك عايز الخص الحاجات الحلوه اللي قلتها في جمل عشان ناكد عليها ان تعاليم المسيح تعاليم صعبه لا شك في ذلك تعاليم مرتفعه في السمو والروحانيه لا شك في ذلك لكن حضرتك قدمت لنا السر ان اذا عايز تعيش تعاليم المسيح الصعبه نعم. يجب ان تعطي للمسيح المكانه في حياتك وفي قلبك حتى يعطيك القوه ان تعيش هذا التعليم صحيح. الصعب كما سبق وعاشه هو بنفسه. صحيح. يعني هو طبق هذه التعاليم في الارض كانسان كامل حتى يعطينا مثال ونمشي في خطواته ونعيش هذه التعاليم المثاليه العليا. خليني اسالك اسئله عمليه عشان النهارده نفسي نطبق او نربط ما بين التعليم وما بين التطبيق. مش هقدر امر لله. على كل المعز على الجبل لكن هختار بعض الايات. فمثلا لله. في متى خمسة وعدد 22 لو ممكن المخرج يساعدنا، المسيح بيقول بكل صراحه: أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. يعني هنا بيتكلم عن الغضب، وبيقول الغضب هو أساس القتل أو هو البذلة الأولى للقتل. صراحة إيه فهم حضرتك للآية؟ وإزاي كنت حضرتك بتعيش بيها في حياتك هل ما كنتش بتغضب او لما كنت بتغضب كنت بتعمل ايه تفضل الغضب جزء من طبيعتنا البشريه غير المفتدات <applause> حتى المفتدى يمكن ان يغضب ولكن يمكنه ان يسيطر على غضبه المشكله ليست في الغضب بحد ذاته لكن المشكله هي عندما اغضب وما يصدر مني ساعه الغضب من هنا استطيع ان اقول ان الانسان عندما يغضب ممكن ان يتفلت من الاخلاق ويصدر منه امور سيئه معيبه قد يشتم قد يضرب قد يقتل نعم بسبب الغضب بحسب ما قوة الاستثارة لكن الإنسان يستطيع أيضا أن يضبط نفسه والله أعطيه أعطاه هذه القدرة الذاتية لكن هو عندما يغضب مثلا ولا يكون عنده شيء من الضمير الضابط لغضبه قد يفقد السيطرة على ذاته ويتمادى إلى درجة أن يرتكب معصية أن يرتكب جريمة من أجل ذلك كان أهم يسوع في تعليمه أن يعالج النوايا الداخلية فمثلا بدل ما يقول مثلا لا تقتل هذه قالها موسى نعم وقالها من الوصية السادسة من وصايا العشر صحيح وقالها من كان يعتني بالأخلاق و وشؤون الدول سابقا عندما قال لا تقتل كان يمنع ارتكاب الفعل نعم يسوع عندما قال لا تغضب عالج المشكلة الداخلية التي تسبب القتل نعم فكانت علاجه يصل إلى النية فهو يحكم على النوايا كونه الرب الذي يعرف الضمائر وأعماق القلوب وعندما قال لا تغضب رغب ان يعالج الامر من الينبوع من الاساس فلا يتطور الامر وهناك غضب من اجل الخير غضب بسبب الظلم الواقع غضب بسبب التمادي في في القتل وال فمثلا قد يغضب انسان اذا راى شخصا بعد اصطدام السيارة مطروحا على باب مستشفى ولا أحد يهتم به أو يدخله بسبب أنه ما لقوا معه فلوس مثلا فالطرحة في الخارج يعني لا يهتم به أحد لا في وإذا أنت في بلد وقف هنا فقط لكن هنا أي إنسان حضرتك عارف اللي بيحصل في أمريكا أي واحد بس يبلغ أن صحيح. في واحد تعبان بسرعة الحقيقة نشكر إلى إسعافه وإنقاذه نشكر الله عندما نقول انه عندما ارى ظلم حاصل اغضب, أغضب. آه هذا الغضب آه هذا الغضب انا اسميه غضب سليم م. لانه لا اغضب من اجل امر يخصني كان مثلا احد يسرقني او احد يلطمني انا لا م. الظلم يقع على غيري وانا اغضب م. وارغب عندئذ ان اصلح الامر أو أسن قانونا يمنع هذا عندئذ هذا الغضب مفيد نعم ويساعد على تصحيح الأمور والمسيح غضب المسيح عشان كده ده في غضب. آه. مرة خضب. ومرتين آه. وغضب بسبب هذه الأمور نعم يمنعونه من إجراء عمل خير معجزي يوم السبت حفاظا نا. على طقس شريعي تشريعي وهو قال السبت جعل لاجل الانسان لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت يعني الدين مش مهم بالنسبه للانسان اهم من الدين اهم من الشريعه مش اهم مش الدين كدين اهم من الوصايا التشريعيه الـ الـ هذه يعني خلي نسميها الشعائر الدينيه اهم من الشعائر الدينيه لكن الدين, الدين فيه قيمة طبعا تتفق مع الإنسان نعم. لكن الشعائر الدينية قد تنزل إلى مستوى يصير أحد يفضلها على جوهر الدين كل أسف هذا للأسف طيب حضرتك هل بتغضب هل غضبت أنا أقول لك أنا عايز أعترف أمام الله وأمامكم المشاهدين أن أنا شخصية غضوبة بغضب من قبل الإيمان وبغضب بعد الايمان بس طبعا في فرق شويه ما بين قبل وما بين ايه بعد صحيح. لكن استمريت <applause> لسنين طويله اعاني من الغضب انا نفسي حضرتك تشاركنا يعني حاجات عمليه في موضوع الغضب لان ده موضوع بيزعج ناس كتير في حياتهم الروحيه إيه صحيح وافضل سبيل عندما يغضب الانسان ان يعتذر اذا صدر منه ما يؤذي الغير نعم وان يتوجه الى الرب ويقول سامحني وساعدني يا رب لكي أضبط نفسي فلا أغضب الغضب ذلك السيء الذي يؤدي إلى الأذى الذي ممكن يصدر مع مع شتيمة أو مع كلام مسيء يفسد العلاقة أو يجرح المشاعر أو يؤذي الآخرين أي وهذا يجب علينا أن نضبط أنفسنا به أشكرك خلينا نخش في سؤال ثاني في نفس الموعظة في متى 5 27 و 28 بيقول للمسيح قد سمعتم انه قيل لقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ده سموه في التعليم لكن في مشكله النهارده العالم مليان بمناظر الجنس والشهوه والافلام الاباحيه والمواقع وحضرتك عارف ان الشباب في هذا السن الصغير بيواجهوا صراع الشهوه الداخليه وامامهم الافلام واماكن الجنس المباحه النهارده بشكل لم يسبق في التاريخ كيف نطبق هذا التعليم الراقي والنقي والرائع في هذا الجو الملغم بالفساد وبالشهوه والزنا كما قلت دائما صاحب هذه المبادئ هو الحل ربنا يسوع المسيح لقد كان في قداسته ونقائه وطهارته ما يبث فينا كل ما هو طاهر وقد وقديس وكل ما هو المشترك. نقي والإنسان الذي يشبع من المسيح يفطم عما في هذه الدنيا جاء في سفر الأمثال أن النفس الشبعانة تدوس العسل تدوس العسل رايح. وأما النفس الجائعة فلها كل مرحله نعم فبصير الإنسان بسبب جوعه الداخلي يفتش عما يسره عما يشبع شهوته نعم أما من يتفرغ لله ويشبع من الله ويشبع من المسيح في عشرته الروحية تجده يتسامى وعندنا في المسيحية اختبار اسمه الولادة الجديدة نعم عندما نأتي للمسيح ونلمس شخصه المبارك بالروح نولد من جديد يحل المسيح فينا ونصبح أولادا جددا للرب يسوع وهذا ما يسميه بولس الإنسان الجديد المخلوق حسب الله في البر والقداسة الحقيقية من هنا ما يبعث في الرجاء هو أن أرى في الكنائس هذه الكمية الكبيرة من الشبيبة نعم. في وسط الأجواء التي ذكرت نعم. بما فيها الشرق. من إباحيات نعم. أجدهم يعبدون الرب أمين. يسبحون الرب يشكلون فرق للتسبيح والعمل الخيري والعمل الإرسالي ويهتمون بالفقراء والمعوزين ويهتمون بكل شؤون العمل التي تقوم به الكنيسة أو الكنائس وهم متمسكون بإيمانهم وليسوا عبيدا للذات والخطايا المنتشرة بين الذين لا يؤمنون وهذا أكبر دليل على أن المسيح يشبع القلب عادة الذين يقعون في هذه التجارب يعني كل إنسان يجرب كل حياته لكن الشبيبة معرضة أكثر نعم. بسبب أنه هي في أوج الشباب وال... لكن عندما يكون المسيح هو ملك الحياة الإنسان يشبع داخليا ولعود يرغب في هذه الأمور ثم يأتي الزواج المسيحي ونحن نشجع على ذلك لكي لا يعيش الإنسان في تحرق ولكن لا يكون له شريك حياة ويعيشان معا هذه الحالة التي يرغب فيها الله أن تكون في القداسة تكون في الجو الحقيقي من المحبة والعطاء لأن الجنس ليس بمعنى أمر لنقول شرير في حد ذاته الإنسان الشرير يجعل منه شرا لأن يعني الجنس ده حاجة عطية من ربنا ربنا ما بيديش حاجة فيها فساد وغايته مقدسة الاستخدام, الاستخدام السيء صحيح. للجنس والاتجاه السيء للشهوة وهذا ما يعمله الإنسان نعم طيب خلينا أسألك يعني الرسول بولس قال في الكلام موضوع العالم جسد يشتهد للروح الجسد يجتهد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاومان أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون يعني في صراع صحيح حضرتك قدمت إجابة رائعة بس عايز نعمل يعني ستريس تاني عليها لما قلت النفس الشبعانة تدوس العسل صحيح. ليه؟ لأن في بعض الناس في بعض الشباب بيحاولوا ينقذوا نفسيهم من الشهوه دي مش حاجه كفايه لكن المهم النفس الشبعانه اذا بتشبع روحك اذا بترتبط بعلاقه حميمه مع الله اذا بتتمتع بمحبه بينك وبين ربنا يعني في حاجه بتملا الفراغ اللي جواك فمش هتتجه اتجاه سلبي لكن يعني في ناس بتحاول تعمل محاوله ناحية ان هي تبعد نفسها عن الخطيه، لكن انا بقول دلوقتي الفكره اللي قدمتها في سفر الامثال النفس الشبعانه تدوس العسل. ازاي عمليا الشباب ممكن يعيشوا حياه الشبع الروحي اللي هو يبعدهم او يديهم نصره على شهوه الجسد. في نفس النص يلي يعني انت ذكرته من رساله غلاطيا. نعم. ان الرسول بولس يقول الجسد يقاوم الروح والروح الجسد وهذان يقاوم الانواع أحد الاخر. وقلت أن هناك صراع دائم نعم. في نفس المكان يقول أما الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات, والشهوات. نعم. هنا ينطبق ما قلنا سابقا مع المسيح صلبته قد صلبوا الجسد مع المسيح فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فعلا عندما يقرر الإنسان أن يموت عن ذاته وعن شهوته ويقبل المسيح ان يكون هو الكل والكل في حياته يعيش حياه الانتصار. ويجب هنا ان نؤكد امر وهو ان الذي يؤمن بالمسيح لا يصبح الها كما انه لا يصبح ملاكا. نعم. لكن المسيح يزوده بالانتصار. فاذا كنا بسبب إحاطة الأجواء هذه فينا بسهولة أجواء الشهوات والإنسان يعثر أو يزل قال في هناك نجدة إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل لكي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم نعم الإنسان ممكن يغلط لكن لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت, إذا سقطت أقوم, أقوم الفكرة هنا ان الرب يمسك بيميننا بيدنا ويقودنا ما حدا يقول انا عبد لهذه الخطية او لهذه الشهوة اذا مستحيل علي اعيش حياة الانتصار لا. الرب يسوع المسيح قال بالحرف من يفعل الخطية هو عبد للخطية ولكن ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون فبالحقيقة أحرارا أحرار. وأنا أريد هنا أن أقدم رجاء وأمل لكل من يضعف أمام هذه الأمور أن له خلاص ونجدة في الرب يسوع المسيح آمين وعندما يشبع الإنسان من المسيح هذه الأمور تزول من فكرة لا يعود مستعبد لها لأنه شبعان روحيا له المجد من الرب يسوع المسيح الذي فيه الكفايه وفيه شبع النفس وشبع الروح والقوه الروحيه والانتصار وقد اختبرناه ليس نحن فقط اختبره الملايين من الذين امنوا به واثبت ان يسوع يستطيع ان يقينا من هكذا شرور فنعيش القداسه رغم المستحيل اشكرك بس في واحد من الخدام الافاضل قال عباره عجبتني قوي وبعتبرها مهمة للكلام اللي حضرتك بتقوله بيقول لك لا تربط حزائك في حقل البطيخ يعني إيه؟ يعني كان بيسرق بطيخ أو نفسه يأكل بطيخ بلاش تروح في <applause> حتة أو يعني الشباب ما فيش داعي يتفرج على أفلام جنسية أو أنه هو يتفرج على صور أو يقعد في أماكن فيها إباحية يعني بلاش إن هو يعرض نفسه للمهانة أو للشرور يعني مهم جدا الإنسان كمان يختار يعني انت بتشبع نفسك ايه؟ لو انت اشبعت الجسد هينتصر على الروح، لو اشبعت الروح هتنتصر على الجسد. يعني فلا تربط حذاءك في حقل البطيخ، ايه تعليق هذا مثل شعبي جميل. الغايه منه انه ما تقعد امام التجربه او لا. تروح لمحل التجربه وتقول يا رب احميني من التجربه. صح بهالمعنى هيدا ان يخرج الانسان أخرجه شايف؟ الانسان يستطيع ان يعمل وقايات تساعده على أن ينتصر أمين خلينا ندخل في حاجة ثالثة مهمة قوي لما بيقول المسيح في متى خمسة ثمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين واربعين سمعتم أنه قيل لو ممكن المخرج يورهنا على الشاشة عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا يعني دي عبارة قوية صعبة يعني بعتبرها من الحاجات اللي فيها تحديات في هذه الايام، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. هل ده دعوه للاستسلام؟ هل هي تعليم للضعف وللمهانه؟ البعض بيفهمها كده. ازاي نفهم هذا التعليم بطريقه صحيحه؟ وازاي نطبقه امام تحديات صعبه بتواجه المؤمنين حول العالم في هذه الايام. لنبدا بالايه الاولى هل تقولها أمامي مرة ثانية سمعتم أنه قيل عين بعين وسن, وسن بسن, بسن, بسن <applause> عندما ندرس العهد القديم التي أتت منه هذه, هذه الآية هذه الآية نجدها ترغب أن تردع عن الانتقام والتمادي في الانتقام فهي صالحة بحد ذاتها نعم ماذا يريد الرب إذن أن يعلمنا هنا يريد أن يعلمنا ألا نسعى في الانتقام لانه عين بعين وسن بسن فمثلا اذا واحد كان يضرب الاخر ضربه على العين يؤذي عينه كان الاخر يلي اذيت عينه ممكن ياخذ الخنجر ويقتل يلي هذه الوصيه تمنع ان تسبب ضرر اكثر مما ضررت نعم فمثلا عم بقول لك اذا مثلا واحد لك عينك ما تعميله العينتين. يا. Yeah. واذا ضربك على بقبضه يد يده واسقط سنك ما 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 تضربه وتنزل له ثلاث اسنان. Oh, هو هو لردع الزياده في الانتقام. الشر او في الشر. الزياده في الانتقام mm. لانه الاحداث بصير حديث بس لكي تمنع الزياده في الانتقام نعم وممكن لأحد عندما يضرب هكذا أن يسامح يكون نفسه كبيرة يقول له يا ابني مثلا أنت غضبت أنت انحمقت عملت فيي هيك لكن أنا لا أرغب أن أذيك اذهب م. هذا ما يشجعه يسوع لكن ممكن واحد يقول أنا لا يمكن إلا أن أنتقم لأنه أذالي سني أنا بدي أذيله سنه عيني بدي عينه بدي اكثر بيقول لا عشان ينتهي اي ما تقولوا هيك عم بيقول هتوسع الدائره ويبقى في ضرر بل مستمر بل و... على خدك أدر له الاخر هكذا علم الرب هل هي ضعف ماذا يريد بهذا نعم يريد ربنا بهذا ان يؤكد علينا ان تكون نفسنا كبيره ومستوعبه بمعنى ما في أسهل أنه واحد يلطم فيلطم ويلطم فيلطم وممكن بين قبيلتين أحدى, إحدى إحداهما تقتل أحد من القبيلة الأخرى وبتصير انتقام لازم يموت أحد من القبيلة الثانية ثم بالعكس ثم بالعكس وتفنى القبيلة لأنه دائما فيه لابد من حل يقدمه نعم. ربنا هو أن نوقف الشر من البداية بأن نكون صدرنا واسعا نتقبل نتحمل أنا أفترض المعنى هو التالي من ضربك قل له يا حبيبي طيب أوكي أهلا وسهلا ضربني مرتين الآخر سيخجل سيخجل فعلا هل هل هذا هذا شيء جميل يعني هو متوقع إنه أنت تضربه وكمل ضربه وكمان لا عم بيقول له يا أه يا خيب أنا بتحمل تفضل خي ضربني مرة ثانية ممكن الآخر يقبل ويريد يسوع أن يعلمنا أن نستوعب الآخر أو الضربة الأولى مم. وما تخليها سبب حرب كونية <applause> لا صحيح لانه مرات من ضربه اللطمه ممكن تكون قنبله ذريه وحتى الحرب العالميه الاولى قامت لما قتلوا واحد حضرتك عارف نمسا تاريخ يعني تمام يعني واحد بس سبب في حرب بقى فيها ملايين من الناس ماتوا يعني أو, أو ممكن اليوم صاروخ يعني. يفلت لا. بدون يعني اراده ومحمل بقنبله نوويه وتسبب دمار لكل البشريه يريد يسوع ان يعلمنا أن نتحمل الضربة الأولى ولنتفاهم وليس هذا مظهر ضعف بل هذا مظهر قوة أنا أعتقد أن قوة الضعيف هو إزاي إزاي هو قوة يعني أنا عايز أشوفه أنا أعتقد أن الذي يضرب ويلطم هو الضعيف لأنه بمجرد يعني عم نحكي هلا مبدأ عميق بمجرد أن ألطم غيري أنا أستصغره أنا أذله م. وهو يمثل صورة الله نعم فانا اعتدي على صوره الله وانا صوره الله اذا انا اعتدي على نفسي. نعم. هذا في المبدا. ده فهم عميق جدا. هذا في العمق. لا يعني دي أحيان. حته مهمه جدا عشان حتى تماماً. كل المؤمنين يفهموها بشكل صحيح. تماما ليست ضعفا لكن اعتداء على نفسي بالطريقه أن انا بعتدي على اخويا كاني بعتدي على نفسي. تمام وبعتدي على صوره الله الموجوده في هذا الإنسان عندما انا استوعب الضربه الاولى واقول تعال نتفاهم انا الاقوى. لانه لم اسبب تمادي في العنف يعني عم بيورط الشعوب والافراد بماسي نعم. شرقنا كله الان يتالم بسبب عدم تطبيق هذا, هذا المبدا تماما عدم تطبيق هذا المبدا مم. فماذا يريد الرب هنا ان يقول؟ هل يقول لنا بيضربني الضرب الاولى بقول له تفضل بيضربني الضرب الثانيه وبعدين بصير اعمل له انا هيك تفضل اضرب هل هذا يريده الرب؟ ابدا نلاحظ ذلك مما فعل يسوع نفسه عندما كان في المحاكمة قالوا لماذا تضربني؟ أمام رئيس الكهنة لمّن أحد ضربه على وجهه قال له الرب يسوع إذا كنت أتكلم ردياً فاشهد على الردي اشهد على الردي أين نعم. أنا أتكلم ردياً؟ نعم. وإذا كنت أقول الحق فلماذا تلطمني؟ نعم. لقد أعترض وهذا يعني أن المؤمن لا يب... لا يخنع ولا يكون ملطشة تماماً ثم انا شخصياً اختباري الشخصي انه اذا واحد ضربني لطمة على وجهي وانا اتسامح معه اذا بده يضمني اللطمة الثانيه ممكن اتسامح معه حتى انا ما اعمل مشكله لكن انا متاكد انه لما بده يضربني اللطمه الثالثه انا بدي دافع عن نفسي صحيح مهم جدا انا بدي ارفع ايدي وما اخليه يوصل لي الى وجهي وقد أدفعه عني أبعده عني وهنا عندما يتمادى الظالم الدفاع عن النفس مشروع ده مهم عشان يبقى فيه توازن أو في بالانس في الكلام بتاعنا وفي تمام. التعليم بتاعنا إحنا مش ملطشة لكن لازم نطبق تعليم المسيح بفهم جيد أن الغرض الأساسي من تطبيق هذه كبيرة. الوصية هو إصلاح الآخر وهو أنه يتوقف نعم. استوعب الضربة نعم. الأولى نتعامل مع المشكله بعقل ووعي. نعم. ولكن هذا لا يعني انه نحن رح نشجع الظالم بسكوتنا ان يتمادى في ضربنا ويروح يتعامل نفس الشيء مع الاخرين لانه ما حدا عم بيقول له لا. واجبنا الاخلاقي ان نقول لا يكفي. نعم. لا يجب ان يستمر الظلم. ده في غايه الاهميه والدفاع فيه... عن النفس. ايوه. مشروع يجب ان نتعلمه جميعا. القضاء، القانون، كله. ده شيء رائع جدا. تماما، وفي طبيعتنا البشرية. إيه ما يدل على الدفاع عن النفس مشروع. بالقانون يبدأ الأمر عندما مثلا تقترب يدك من عينك. نعم. ها؟ صح. رأسا العين تأخذ حذرها بتضمها. بتاخذ موقف. بتاخذ، إيه، حتى لا تتعرض للأذى. وهلم جرة. في اشياء كثيرة فينا تدل على ذلك عزيزي المشاهد الكلام اللي بيقوله الدكتور غسان في غايه الاهميه عشان يكون في بالانس في حياتنا احنا مش ملطشه لكن نطبق تعليم الكتاب بطريقه صحيحه وبفهم واعي بغرض ان التطبيق يصلح الاخر اذا كان ليك راي او تعليق التليفونات مفتوحه حتى نسمع رايكم وتعليقاتكم فيما يقوله الفاضل القصه الدكتور غسان وهنكمل في عزة الجبل لكن حابب أسمع انطباعاتكم واتصالاتكم سيس خلينا نخش العمق أكثر ليس في... ليس نعم. المسيحي أو المؤمن لقمة سائغة للغير إنه لا ينتقم لذاته هو يؤمن بالدولة هو, هو يطلب القانون. من البوليس أن يأتي ويحامي عنه ما بيطالب بحقه بيده يترك العدالة لكن هو لا يجبن من أن يتصل بالقانون لكي يدافع القانون عنه أنه مواطن في دولة الله هو الذي أقام السلطة والصاحب السلطة خادم الله ولا يحمل السيف عبثا لا. ونحن عندما يكون هناك مشكلة مش أنه يجب أن نسكت نكلها ونسكت لا ما ثم نكلها ونسكت أن نحن عم نشجع الظالم دي سلبيه واستسلام. حنستمر تماما. وربنا مش عايزنا نكون سلبيين بالعكس يعني عايزنا نكون مؤثرين. التوازن بس الطريقة يعني. توازن القوى. بطريقه ايجابيه صحيحه يعني. أنت ذكرت توازن القوى. نعم. وهذا ضروري لقيام المجتمع والا بتسود شريعه الغاب. يجب ان يكون فينا ذلك تلك القوه الاخلاقيه لكي نواجه المسيء والظالم بالقول لا ما فيك تستعبطني. نعم. ما فيك تستغبيني. ما فيك تسيطر علي بالعنف انا عندي وقفه انا انا بتصل بالقانون انا بتصل بالبوليس انا ادافع عن نفسي عند اذن الاخر اللي من يشوف هذا الموقف يرتدع هنا توازن القوى ويجب ان يكون المؤمن متسلحا بالفهم الصحيح لكلمه الله اشكرك جدا لان ده تعليم رائع وشرح مهم لان اغلب المسيحيين بيفهموا الايه دي بطريقه بعتبرها سلبية وأنا أؤمن أن المسيح ما علمناش الحياة السلبية بل علمنا إن احنا نكون إيجابيين في كل المواقف حتى في مواجهة العنف بس لا نقاوم الشر بالشر لكن بناخد موقف صحيح صحيح إن احنا نوقف هذا الإعتداء روحنا متسامحة ولكن عندما الآخر يسيء استعمال هالمسامحة ويريد أن يسيطر على نفسنا الحرة إيه عندئذ نقف الموقف الذي يجب ان نقفه اشكرك في متى خمسة برضو ثلاثة 43 و44 نخش في عمق اكثر من تعليم المسيح واصعب كل شويه بنخش في اعماق اصعب صحيح سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم آية زي كده بعتبرها آية صعبة لوحديها لكن كمان بتزداد صعوبة لما أقولها لإخواتي وحبايبي في شعب الموصل اللي طردوا من ديارهم اللي اتحرموا من ممتلكاتهم اللي اعتدى عليهم وبعدين كلام المسيح يقول دولة أعداءكم بس انتوا حبوهم وباركوهم ولا تلعنوهم وصلوا لأجلهم يعني أنا عايز حضرتك تساعدني ازاي شعب الموصل او الشعب المصري في قرى مصر وهو بيقع تحت ضغوط من الاسلاميين المتشددين فيها الكثير من الظلم كيف نمارس تعليم المسيح بطريقه عمليه وكل الابرياء في الشرق الاوسط الان الذين يعانون نعم. من ظلم المفتري في لبنان وفي سوريا وفي مصر صحيح. كل وفي السودان وفي ليبيا حاجه صعبه جدا من يا المتطرفين الذين يرغبون أن يسيئوا إلى الآخرين ويذلونهم صحيح نعم. عندما علم الرب يسوع عن المحبة وقال أحب أعدائكم أعتقد بالمبدأ قبل ألفين سنة قال هذا الكلام أعتقد بالمبدأ أنه عطل المبدأ الارتقاء آه التطور والارتقاء في قانون عزيز. علم الاخلاق اه تقصد ايه حضرتك؟ خليني اتمادى شوي هون آه. اه نحن نعلم ان المبادئ الاخلاقيه آه مثلا في الفلسفه وضعها فلاسفه آه استنتجوا من التصرفات البشريه أن كل تصرف له علاقة بالأخلاق وصاروا يصنفوا الخير والشر ويضعوا المبادئ الأخلاقية هذا علميا وفلسفيا نعم. وطبعا في المقابل الله بالإعلان وفي علاقتنا معنا كبشر في الكتاب المقدس قدم المبادئ الأخلاقية وهي مذكورة في كتابه له كل المجد نعم. ونحن نعلم أن هذه الأخلاق تتطور وتنمو مع الزمن وكل واحد عم بيزيد عليها عم بيزيد عليها الثقافة والحضارة بتتطور صحيح وحتى اليوم لكن أريد أن أسأل لماذا عندما قال يسوع أحب أعدائكم قدم مبدأ لم يستطع أحد أن يزيد عليه شيئا حتى الآن وصار عمرنا الفين سنة حتى نهاية وحتى نهاية الكون <applause> هل لأنه كلمة الله الأخيرة للبشر؟ نعم هل لأن الأخلاق التي عاشها تمثل ما يجب أن يعاش دائما وكونيا وبشكل مطلق وهذا يعني أن الأخلاق الحقيقية تأتي من فوق تتجسم فيه له المجد متجسدا عائشا بيننا إنسانا تتمثل فيه صورة الله الكاملة الحقيقية وبه نتمثل عندما قال أحب أعدائكم كان يرغب أن يكسر الشر شر الانتقامات نعم وأن نحول الذين يكرهوننا إلى أصدقاء ومن تعليم المسيح أستطيع أن أستنتج أن المسيح لا يعادي أحدا إنما الآخر يعاديه إذا أراد العالم يبغضكم كما ابغض المسيح يبغضكم يعني بس المسيح عليك. نفسه لا يبغض لا يعادي احدا م. العداء ياتي من الاخر هذا العداء الاتي من الاخر يعلمنا يسوع قال احبوا اعدائكم في في استعمل طريقه ثانيه ان العدو اقتله او اتخاصم معه او نعيش في عداء دائم نحن جيران وما حدا يرتاح لسنين طويله وممكن نجي انا وجاري يلي في بناتنا عداء أحب عدوي هذا الذي يناصبني العداء بخد له شي نهار رغيفان خبز عملهم جديد طازة هيك بقدم له إياهم شو يا أخي بيرجع هو برد لي مثلا شي تفاحتين ثلاثة من بستانه بيرجع أنا برد له ومنصير أصدقاء بدل ما نعم. نكون متناحرين نعم. كل واحد على سلاحه كل الوقت نعيش حياة خصام دائم أعصابنا بتتهرأ كل ما حولنا يصبح لا يعاش الاستقرار ياتي بالسلام امين عندما يكون هناك سلام ياتي الاستقرار، تهدأ النفس صلاتنا الدائمة ان ياتي رئيس السلام ويحل السلام امين امين ويسوع ينادي بهذا أحب اعداءكم كيف يعني بنعمل؟ كيف نتصالح؟ لازم نضلنا في خناق وفي خصام هل نمد يدنا للمصالحه امين للاسف انه في بعض الـ الافكار او المدارس الفكريه ما عندها مبدا المصالحه يغيب عنها ولا مبدا الحب ولا مبدا الغفران المسيحيه مسيح عد تعلمنا دائما هو. هذا نعم. الله كان في المسيح مصالح العالم لنفسه فهذا مبدا عظيم وراقي وعندما يقول يسوع أن أحب عدوي هذا لا يعني أنني أستسلم له أبداً هذا يعني أنني أفتح حوار معه لكي بدل أن يكون بيننا عداء يصبح بيننا صداقة لكن إذا الآخر مثلاً أن أحبه لا يعني أن أن يهرسني أن أحبه لا يعني أن أسكت على ظلمه أن أحبه لا يعني أن يدوسني لا يمكن لكن أن نحبه يعني أن نستبدل العداوة بالصلح بالسلام هو يزدهر وأنا أزدهر فلماذا العداء الدائم؟ صحيح إيه؟ يعني مهم. يعني في واحد يكسر الشر عفوا بشيء بسيط من المعاملة الجيدة مع الآخر بدون أن أضحي بذاتي كليا يعني شيء بسيط وربما أكون متسامحة بزيادة أضحي بنفسي من أجل السلام لماذا لا؟ يعني في في ناس ضحوا بحياتهم ليصالحوا بين بلدين أو يصالحوا بين أمتين والرب يسوع المسيح ضحى بذاته ليصالح البشر مع الله والله مع البشر هذا ذروة العطاء لا صحيح بس الموقف الموصل بعتبره صعب جدا وعايز من حضرتك المزيد من التوضيح نقول ايه للشعب الموصل اللي طردوا من ديارهم واعتدوا عليهم واخدوا كل ممتلكاتهم واصبحوا النهار مشا... النهارده مشردين بلا ماوى وبلا ملجا بيعانوا معاناه صعبه للغايه انا بتكلم عموما المسيحيين ويزيديين واخرين كثيرين في منطقتنا العربيه بيعانوا ازاي نقدم ليهم تعليم المسيحي نقول لهم ايه بس خليني استاذنك واخد مكالمه من الأخت نهال من انجلترا، أهلا بحضرتك معانا في هذا اللقاء، تفضلي أخت نهال. أهلا أهلا بيك يا شيخ فوزي وأهلا بالدكتور غسان، أنا مبسوطة من موضوع المسيحية العملية لأنه فعلا كل واحد مؤمن حقيقي بيبقى نفسه يعيش المسيحية العملية دي، لكن في حتة نفسي أستفسر فيها في حتة إذا لطمك أحد على خدك فأعطيه الخد الآخر. الدكتور غسان قال انه ما فيش حد يستعبطني ولا اكون ملطشه للغير ودايما بنتشبه بمثل الرب يسوع بتاع لما اتضرب قال لماذا تضربني طب انا مجرد استفسار بس مش بعترض ليه مش بنستشهد بان الرب يسوع لما ظلم لم يفتح فاه لكن من اجل السرور الموضوع امامه احتمل فانا يعني ب... لو حد ظلمني بترك الامر لصاحب الامر اللي هو الرب يسوع وهو اللي قال لي النقمه انا اجازي ي... انا اجازي يقول, يقول الرب ف... فممكن السرور الموضوع امامي في الموضوع اني اربح هذا الشخص لانه مش معقول يعني هيفضل يقابل الخير بتاعي بالشر بتاعه انا ده مجرد استفسار لا ده... ده لا انا عايز اكمل معاكي عايز اسال حضرتك ازاي حضرتك بتطبقي الكلام ده عمليا في حياتك الشخصيه سواء لما كنت عايشه في منطقتنا العربيه او حتى دلوقتي في انجلترا لابد بتتعرضي لظلم او بتتعرضي لمواقف صعبه او اي انسان اخر يتعرض لموقف صعب في هذا المجال ايه موقف حضرتك انا بالذات بامانه وامام الله والرب شاهد على كل كلمه بقولها انا من الشخصيات المسامحه جدا فوق التصور وبتشبه بسيدي انه فعلا حتى لو في ظلم انا لم افتح فيه يعني انا كنعجه صامته والرب يجيب لي حقي وهو يدافع عنا ويحامي عنا ونحن صامتون مش معنى كده ان انا يعني اخلي اللي قدامي بقى يعني إيه كل المرات لا بالعكس كل المرات اللي عملت فيها كده كسبت الشخص ده وربحته للمسيح لانه شاف فيا حاجه مختلفه عن ردود الفعل بتاعه الاشخاص الثانيه اللي بيردوا على الشر بالشر هو كلمه حاجه استشهدت بيها في اشعياء 53 ظلم أم لم يفتح فلأن هو كان في طريقه لتنفيذ المهمة الكبرى الموكولة إليه اللي هو فداء البشرية، فهو كان مش بيسلم للرومان أو لليهود اللي هم قادوه للصلب، لكن لو قريت ما جاء في أعمال اتنين تلاقيه أن هو سلم لمشورة الله الأزلية وعلمه السابق فهو سلم نفسه للآب حتى ينفذ المشيئة الإلهية اللي هو جه أساسا من أجلها. لكن بنتكلم على التطبيق العملي في يعني جزئين مهمين حكاية ازاي يكون في بالانس او في توازن ما بين ان احنا نسامح ما بين ان احنا نقبل اللطمة الاولي ما بين ان احنا لازم ندافع عن حقنا بس بطريقه كتابيه مسيحيه فهل أنا خايفة من اجل ذلك الخفيفه دي بس يا يا شيخ فوزي بقى خايفه انه كل واحد مثلا الازواج يقول لك لا هي دي لغايه هنا وانا ما استحملش ظلم اكتر من كده فمش هيبقى في حد على اشكرك من اجل سؤالك سؤالك مهم والفاضل الاستاذ غسان هيكمل معك. خليك معانا حتى تسمعي رايه وتعلقي على كلامه تفضل يا دكتور لقد قلنا ان المسيح متسامح نعم ويغفر ويتحمل لكن الى حد لا يشجع الظالم على ان يستمر. ده مهم. غايتنا ان نكون بركه للناس بكل تاكيد. ولكن انا لم اقل انه نستعمل الدفاع الذاتي بمعنى اخذ حقي بيدي، انا قلت في بوليس. في قانون. وفي قانون. وانا ارجع اليه لكي اساعد الاخر ان يفهم انه في حد للاعتداء ولكي لا يستغل ضعفي فيظن ان كل الناس مثلي ويروح يمثل عليهم ويعتدي عليهم نفس الاعتداءات لكن عندما يرى في, في شجاعه اخلاقيه تقول له توقف هذا حدك وانتهى الامر هذا يساعده ان يعيش منضبطا ويعرف ان هناك شخصيه ادبيه امامه تقول له لا للظلم يعني في الدفاع عن نفسه بطريقه طريقه مختلفه عن العالم طبعا. يعني مثلا في مجتمعاتنا العربيه واحنا عندنا قبائل وشعوب مع بعضنا ممكن لو حتى في المكان اللي انا فيه حصل اعتداء من اخر عليا وجبت افراد المجتمع اللي انا عايش في وسطيهم وشهدتهم عليه هو هيخجل منهم وهم هيخجلوه انا ما اخدتش حق بايدي وما عملتش رد فعل عنيف زي ما هو عمل لكن على الاقل لم استسلم لهذا الاسلوب العدائي الا ان انا عايز اوقف هذا الاعتداء صحيح المسيحي متسامع اذا طلب منه ان يمشي ان يسخر ميلا يمشي ميلين في سبيل ان يكون له فرصه لربح الاخر لشخص المسيح لكن لكل شيء حدود ويجب ان ننتبه الى ذلك انا مبسوط من مداخله الاخت نهال ونفسي اسمع رايها قبل ما ناخذ مكالمه ثانيه إيه اللي رأيك في الكلام اللي الأستاذ غسان بيقوله عشان يبقى فيه فهم صحيح لما نقوله تفضلي أختي نهال تفضلي أنا مع حضرتك تفضلي ألو أيوة أنا سامعك تفضلي أنا بقدر الرأي اللي قاله الدكتور غسان بس كمان بخاف على الناس اللي بتحط بقى الاكزامبل ده وانه لا انا لازم اقف عند حد معين فبيبتدوا يدافعوا عن نفسهم بالهجوم لكن انا لا اقاوم الشر الا بالخير فانا خايفه لفعلا الميس اندرستاندنج اللي ممكن يحصل لانه في في مشاكل بين الازواج فتقول له لا ده انا لازم اقف وادافع عن حقي و و و ويبقى ليا صوت وكده فبتبقى في شعره رفيعه جدا الواحد يجب ان يكون مدقّق وعارف الرب يسوع فعلا هو مثالنا وقدوتنا فانا مفروض على قدر طاقتي اسالم جميع الناس وعلى قدر ما اعطيت من محبه لا أقاوم الشر بل أغلب الشر بالخير وأقدم رسالة المسيح المقروءة والمعروفة لجميع الناس لأن أنا سفيرة عنه على الأرض فلازم أشهد بصورة تشرف ملكي وسيدي ده طيب خليني, اللي أنا خليني نفسي نفسي كلامك أول. الكتابي رائع جدا وإحنا متفقين مع بعض كتابيا لكن عايز أفهم من حديثك أكتر نفترض مثلا أن زوج اعتدى على زوجته بالضرب هل ممكن تفهمه او هي تاخد موقف عشان يتوقف عن هذا الاتجاه ولا تستسلم لهذا التصرف الخاطئ؟ لا طبعا تقف واقفه وبمحبه وتستنى انها تشاركه شعورها ان هي انجرحت وانه ده ما ينفعش وانه يجب ان الزوج يحب زوجته زي ما هي بتخضع لزوجها وتقول له الكلام الكتابي ومره واثنين وثلاثه هيحس عارف حضرتك اللي يربحون بسيره النساء ما انا ممكن ابقى ليا شوكه وابتدي اقف وادافع عن شخصيتي وهخسر زوجي الى الابد لكن اون ذا اذر هاند انا ممكن ان انا اكون بوضح رايي وبعرفه ان ده غلط بس انا مسامحاك ومديالك فرصه تانية عشان بقاء البيت وبقاء سلام البيت وان الرب خاصه لو الرب هو اللي باني البيت ده ده صحيح لكن اذا احنا هنا بنتكلم على الكلام الرائع اللي انت شاركت بيه لازم تقول له ده غلط ولازم تقف حتى يتوقف عن هذا الفعل الخاطئ ولازم تاخد موقف عملي ولا تستسلم والا هيستمر في عدائه ليها اذا لا طبعا. ده اللي احنا طبعا. بنقوله او يعني ده اللي بالاساس غسان يرصده تفضلي اه فضلي. انا مش عايزه ادخل في حته تانية يعني مثلا في في ناس كتير قوي من 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 مفيش حتى زنا ويقولوا لهم الكونسلرز لا من حقكم تنفصلوا الاختلاف الراي عشان خاطر الاولاد لا ده انا فور ذا سيك اوف ذا انا مفروض ان انا استحمل وابقى لحد معين على قدر طاقتي وعلى قدر ما الرب اداني ولو اعطيت حتى الغفران في حاله الزنا يعني يبقى الرب اللي مديني اشكره على كده علشان ده هيصلح الا بقى او يعني انا لا اعتقد ان الرب يغض النظر عن امراه مثلا مخلصه بتصلي بدموع لزوجها ولبيتها وبتستحمل والرب يغض النظر عن كده الله يرى وكل امر مكشوف وعريان امامه وبيجازي ال الشخص ده وهيكافئها بانه يرجع زوجها وت وتربحه للمسيح اشكرك جدا على رايك وعلى مداخلتك انا مبسوط جدا للمدخلة رائعه وتكلمي براي رائع جدا واشكرك جدا. أسيس تعليق أخير قبل ما نخرج لفاصل وبعدين نستكمل في أسئلة صعبة كتيرة عايز أشاركك بيها. إيه تعليق حضرتك قبل ما بعد الفاصل نتكلم عن موضوع الموصل أكتر؟ من جهة ما قالت أختي و ومداخلتها التي أسميها ثمينة لقد كملنا الموضوع وكملنا الفكرة من عدة جوانب وأصبح لدينا صورة واضحة كيف نتصرف في حالة حدث شيء مشابه أي هل نحب أعداءنا كم نصبر كم نسامح وكم يكون هذا بركة إذا أطلنا أناتنا وصلينا وتركنا فرصة للصلح الله يتدخل ويساعدنا يعني الهدف هو إصلاح الآخر من خلال موقفنا آمين. العملي بحيث أن احنا لا نستسلم للظلم لكن نقف امام الظلم بطريقه مسيحيه وبطريقه كتابيه ونقدر ان نصلح المجتمع ونصلح الافراد ونصلح الاسره ونكون لنا دور في اصلاح العالم بطريقه عمليه عندما قالت اختي ان الزوجه عندما تتحمل من زوجها ثم تعاتبه نعم. لماذا تفعل هذا بي طبعا بطريقه مهذبه مش هيك؟ نعم. هو زوجه وتحترمه لكنها اعترضت على ما يفعل نعم خاصة عن العنف المنزلي صحيح. وهذا لم يخرج عما قلناه أن الرب يسوع المسيح اعترض على ضربه نعم. قال لماذا تضربني؟ صحيح. وهذا يعني أننا متفقان في هذا الأمر نحن والأخت المباركة وهذا الموقف التي قالته يساعدنا أن نرى الأمور بشكل أعمق وجيد فباركها الله أشكرك عايزين نسمع عن إزاي أهل الموصل يحبوا الداعشيين الظالمين بطريقة عملية بس نخرج لفاصل نستمع إلى هذه التنيمة ونرجع أحباء المشاهدين نستكمل كلامنا عن المسيحية العملية وأسئلة صعبة أوجهها للأسيس غسان حتى يساعدنا نفهم النصوص الكتابية وحتى يشاركنا بحياته العملية خلال السنين الخدمة والحياة مع الله ابقوا معنا بعد الفاصل نفسنا بلادنا ترجع جميلة. يرجع لها النور والخير. يرجع لها التسامح والمحبة. بنقول نفسنا ترجع زي زمان. بس الرجوع لزمان مش هو الحل. الحل موجود في واحد. هو الطريق والحق والحياة. مفيش غير إن بلادنا تعرف نفسنا النور الحقيقي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية نستكمل حوارنا عن المسيحية العملية مع الوالد الفاضل القس الدكتور غسان خلف وأنا سعيد بوجوده معنا وبحواره وبرأيه اللاهوتي والفكري والعملي اللي اختبره في حياته المسيحية ونستكمل أسئلتنا خصوصا الأخت نهال أثارت مواضيع هنخش فيها جامد لكن ما زلت بقول كيف لأهل الموصل أن يطبقوا تعليم المسيح أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى موعدكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم عمليا إزاي نطبق هذا التعليم دون استسلام دون خوف لكن نطبق تعليم المسيح بروح المسيح وبأسلوب المسيح سيد غسان أهلا بيك مرة تاني معنا في هذا اللقاء أهلا عايز أضيف لسؤالي عن أهل الموصل بسؤال أخت نهال فتحته إزاي نتعامل مع العنف الأسري هل الزوج أو الزوجة أو الأولاد يلجأوا للبوليس يلجأوا للقضاء يلجأوا للمستشارين يلجأوا للكنيسة ولا نكتم هذه الأمور أنا عارف أن الموضوع شائك ومش عايز نخرج بره المعز على الجبل بس لازم نلمسه أن الأخت فتحته بشكل رائع عايزين نكمل فيه فضل حضرتك أعتقد أنه عندما يكون هناك عنف وضرب مثلا وتعدي من الرجل على المرأة ومرات بيكون من المرأة على الرجل لأن إذا كان الرجل ضعيف البنية أو مريض أو شيء ممكن الأمرأة تسيء تصرف معه وتستعمل العنف ممكن تضربه ممكن تألمه ممكن حتى إذا منعت عنه إذا كان هو لا يستطيع أن يتحرك في البيت تمنع عنه ما يريد ما يسره مثل مثلا شربة مية عصير أن يشاهد شيئا على تيفي ولا تسمح له هذا عنف من نوع آخر يعني يؤذي النفس أكثر مما يؤذي الجسد. ضرب الجسد نعم. من هنا لما يكون في عنف من الفريقين يجب أن يوضع حد لهذا صحيح من بيطول واحد باله على الآخر لكن إلى أي مدى ربما الآخر لا يصلح هل يردعه القانون مثلا؟ هل يجب ان اشتكي الى رجال الشرطه؟ وهل لو لجات للقانون او للشرطه يعتبر مخالف لتعاليم الكتاب او تعاليم المسيح عن التسامح وعن الغفران لا لا, لا, لا اعتقد لانه اعتقد انه اذا اذا شخص يتعدى على زوجته او اولاده بالضرب والعنف اذا سمع نوع من التهديد انه في بوليس بيعرف القصه ممكن توصل للقضاء ممكن يسجن هذا يردعه نعم. عن أن يستمر نعم. في ضربه وإذلاله الآخر نعم. نحن لا نتحدث عن طلاق لا نتحدث عن هدم الحياة الزوجية نتحدث عن عملية إصلاح يعني الهدف من تطبيق الوصية بمفهوم صحيح هو إصلاح الآخر, هو إصلاح الأخر. إذا كان إصلاح الآخر إن أنا أحتمله أو أصلي من أجله ده شيء كويس إذا كان إصلاح تماماً. الآخر هو مواجهته ده شيء أفضل. صحيح. إذا كان إصلاح الآخر هو إن أنا ألجأ لآخرين يساعدوني في هذه المشكلة ده شيء إيجابي وصحيح. صحيح. لكن ليس استسلام ولا ضعف في أي حالة سواء حالة الأسرة أو حالة المؤمنين في المناطق العربية أو الكنايس الموجودة في المنطقة العربية عليهم أن يلجؤوا لكل الطرق المتاحة حتى يدافعوا عن الظلم الواقع. صحيح. لكن لا نستسلم للظلم. المسيح ما بيعلمناش ان نستسلم للظلم ايا أن كان صورة هذا الظلم انا مع هذا الاتجاه. الانسان منا حر ان يتسامح قدر ما يشاء. نعم حتى الموت. نعم هذا حر هذه حريته الخاصه. ممكن يكون هو وضع في نفسه هذا الامر انه يتحمل حتى الموت. طب ماذا تقول ولا؟ لشعبنا؟ لكن هل هذه الحاله اعممها اذا كانت خاصه؟ يعني كل حالة لها وضع خاص صحيح وثم أن هناك أناس يستطيعون التحمل أكثر من أناس اللي لا يستطيعون التحمل قد ينهارون قد يتسبب هذا لهم بألام نفسية مرة قد لا يشفون منها صحيح فيجب أن يتدخل العلاج هنا من هنا هناك يعني أنواع من البشر وقدرات متفاوتة على الاحتمال يجب من يحتمل أكثر يدين من يحتمل أقل نعم. والعكس صحيح يعني يعني كل حالة لها وضع تماماً خاص ضروري. يجب أن هي تعالج بطريقة خاصة لكن المفهوم العام هو عدم الاستسلام للظلم أو مقابلة الاعتداء بنوع من الضعف أو المزلة لكن علينا أن نقاوم الشر لكن نقاومه بطريقه غير اهل العالم وغير اسلوب العالم المسيح ليه اسلوب اخر طيب. ان احنا نعيش بطريقه صحيحه، يعني من لطمك على خدك الايمن فحول الاخر، هو الهدف اصلاح الاخر تماما ده الوجه الاخر لتعليم المسيح وردع المعتدي ووضع حد له نعم لكي لا يستمر ماذا و... تقول لاهل الموصل قبل ما نقول نقطه ثانيه سريعه؟ دعني اضع مبدا يجب ألا ننساه في المحبه نعم مثلا الاباء والامهات يحبون اولادهم جدا لدرجه بيموتوا من اجلهم نعم لكن السؤال هؤلاء الاباء والامهات هل يعاقبون اولادهم نعم اكيد هل يؤدبونهم من مهم هل يحرمونهم من بعض اللذائذ ما يرونه من لذائذ ماذا يعني التاديب ماذا يعني الـ الـ موقف العقاب دي. العقاب أن أنت لازم توجهه ضمن توجه إطار المحبة نعم. هذا يعني أن العقاب والتأديب أه؟ ضمن المحبة هو أمر علاجي تهذيبي والله في حبه للكون يقوم بإدانات ودينونات ومعاقبات م. حتى لنا نحن الذين نخطئ مثلا وهذا شيء يساعدنا ان نقوم ونصبح جيدين وصالحين نعم فما فيك تقول من ضمن المحبه ما يكون في عقابات من هنا وبهذا الجو انتقل الى اهل الموصل والى الى كل من يشابه هذه الحالات في شرقنا الان ان نحب اعداءنا لا يعني ان نعطيهم بيوتنا او اراضينا او اوطاننا هذه ليس محبه هذا م... هذا تشجيع الظالم على ان يستمر في الظلم في الظلم وفي ال... الاعتداء نعم انما في وسط هذه المساله انا اطالب بحقي وهذا نوع من التاديب للاخر انه ما اصمت له لا اصمت نعم اطالب بحقي وببيتي وبطاب الارض اللي لي وبكل الحقوق التي لي كمواطن في هذه الدوله هذه الحقوق كلها اطالب بها هذا لا يعني انني لا احب الذي اعتدى علي انا ارغب في اصلاحه من اجل ذلك انا اقوم بهذه المطالبات نعم. ثم تصور معي مسيحي هجر من بيته ومن أرضه هو عائلته وربما اعتادوا على نسائه أو شيء وهجر وهرب ها أه؟ يلتقي بواحد من هؤلاء المعتدين مجروحا بلا سلاح بين يديك يطلب شربة ماء لكي يبقى حيا لا طبعا لازم ل... كيف يتصرف ملي. المسيحي هنا هذا عدوي وسرقني نهبني طردني اعتاد على نسائه لكن الآن هو مطروح هناك معدم يعاني من حجرات الموت خلاص بيقول دخيلك شربة مية ماذا كيف يتصرف المسيحي هنا حنان يسوع هنا قلب المسيح هنا كيف المسيحي يتصرف نحو عدوه إيه؟ يقدم له الماء يساعده يأخذه إلى فندق يعتني به كما فعل المسيح السامر المسيح. الصالح آه. هذه القصة رائعة ألفها يسوع ووضع فيها مبادئه هو نعم مشان هيك هكذا يتصرف المسيحي لكن هل يتصرف أنه ينسى أن يطالب بأرضه بحقه إطلاقاً هذا يعني استسلام وضعف ولا يطبق مشيئه الله. إن نحن من ضمن اطار المحبه نعرف ان التهذيب والمعاقبه جزء من التربيه. ده مهم جدا. واذا انا ارغب لهذا الذي احبه ان يكون صالحا يلي اذاني. ارغب م. له ان يكون صالحا ابقى على مطالبتي بحقي تهذيبا له وتاديبا له لكي يصلح امره. امين وليس هكذا صحيح ده كده عمل سليم تمام احنا لكل المشاهدين ان الاستسلام غلط او الخنوع صحيح طيب. غلط والتمرد غلط لكن الخضوع صح ونتشبه بيسوع امين اغفر لهم يا ابتاه صحيح في اعز الوقت اللي كان صعب جدا في اغفر كل لهم كل الالم لكن اطلق رساله الغفران نعم لكن بدي اسالك يسوع نفسه هل يعاقب على الشر؟ طبعا الله دينونة الله هي عقاب على الشر يعني الدينونة هو قادمة نعم. هل يعاقب على الشر؟ نعم يعاقب هل يدين الإنسان على أفعاله؟ ما هو, هو غفر صحيح وبيحب الإنسان لكن ضمن هذه المغفرة وهذه المحبة العدل والدينونة هناك مطالبة بالعدل أن حب الله ومحبته لا يلغيان عدالته صحيح هذا دائما لازم نفكر فيه لكي نحسن التصرف ما نقدرش نتكلم عن الله رحمه فقط ومحبه فقط لكن نتكلم عن رحمته وعدله تماما وعن نعمته وهكذا المسيح هو يتصرف بيعاقب الاخرين هكذا اتصرف انا مع غيري نعم بمحبه لكن انتبه لا تكون المحبه محبه اذا الا اذا رافقها العداله تماما اشكرك فانت كتبت على الفيسبوك تعليق على الايه الحلوه المكمله للكلام ده متى متى 5 46 و 47 الله يشرق شمسه على الابرار والصالحين ويمطر على الاشرار والظالمين ازاي حضرتك بتشوف الايه دي ان دي بتوضح قلب الله اللي هو بيقبل الجميع صحيح ممكن آه نشوفها على الشاشه لو كمان انا انا ابدا آه هي في متى 5 خمسة خمسة ستة 46 تماما ابدا هنا من البدايه اذ اقول ان الله خلق البشر جميعا على صورته ومثاله وعندما اقول خلق البشر جميعا على صورته ومثاله هذا يعني ان كل الالوان الاصفر والابيض والاسود والاحمر كل الالوان البشريه كل أجناء أصناف البشر على مختلف ألوانهم إذا بدك وأديانهم وحالتهم الأخلاقية أو الدينية أو الثقافية إذا كانوا ملحدين أم كانوا مؤمنين به أم كانوا لا يعرفون الله كلهم مخلوقون على صورته ومثاله ونحن بهذا نؤسس الكتاب المقدس يؤسس للمساواة بين البشر أمام الله. وأن الله يحبهم جميعاً لأنهم مخلوقاته ويحبهم بالتساوي. يعني ما عندوش مسيحي ويهودي ومسلم وبوذي و عندو عندو صورة سني إيه؟ عنده صورة الله. إيه؟ كل البشر. في كل البشر. وهذا ما علمنا أن نتصرفه تجاه بعضنا البعض. إذا رغبت هنا أن أتوسع أخي صموئيل طنع. بهذا الأمر أقول أنه لولا صورة الله في البشر لانعدمت الثقة وما عاد أحد يستطيع التعامل مع الآخر هناك ثقة لا ترى لكنها موجودة بين البشر أجمعين ثقة على أساسها يقوم المجتمع هل هل تثق أنت مؤمن نعم تحب المسيح لا. هل تثق بطبيب غير مؤمن بده يعمل لك عملية جراحية أكيد في الدماغ أكيد ما سبب ثقتك هو إنسان وبيقوم بدوره كطبيب وصورة الله فيه وصورة الله فيه ده مهم جدا أنت بتتعامل مع بنوك نعم أنا بتعامل مع بنوك كل الناس بتتعامل مع بنوك ما هي هذه الثقة في النظام البنكي في البنوك لنحط أموالنا وبتجينا الفوايد والمعاملات وتحفظ الأموال من السرقة وغيره وغيره في مبدأ ثقة موجود في المجتمع نعم بين السياسيين الذين يحكموننا بنطلعهم بالانتخابات بأصواتنا كيف يديرون شؤون البلاد ربما بيعرفوا المسيح وربما لا يعرفونه في ثقة متبادلة في المعاملات التجارية في الأسواق في البورصة في طلب أي شيء عندما تذهب إلى السوبر ماركت وتأخذ ربطة من الخبز أو ربطة خبز من أول وإنت بتجي على البيت وبتبدأ تأكل فيها هل تفحصها في المختبر قبل؟ عندما تشتري المياه في قنينه وبتشرب منها راسا بدون ان تختبرها على ماذا يدل هذا؟ في ثقه في ثقه نعم توصل على بنايه عاليه 30 40 طبقه وبتطلع بالاسانسير في المصعد دون ان تسال احد هل عمل صيانه لهذا المصعد؟ هل يحملني؟ توصل بكل ثقه وبتطلع ثقه كامله هذا يعني أنه نحن عم نستعمل ثقة متبادلة بيننا كبشر على أساسها يقوم المجتمع وعايزة تقول في الآية أن الله ما عندوش شعب مميز عن شعب ولا شخص أفضل من شخص أنه بيشرق شمسه على الجميع بسبب صورة الله نعم لأنه يريد أن يعامل كل مخلوقاته بالتساوي يعني عنده المسلمين زي المسيحيين زي اليهود زي, البوزيين زي البوذيين كل البشر والقبائل البدائية اللي ما بتعرف عنه شيء يهتم بها يرسل لها المطار يعتني بزراعتها لكي يأكلوا ويشربوا وبيطلع وي وبي بالصحراء غاز وأويل لحتى العالم تعيش من محل نعم. ما في عيش نعم مجرة جرى يهتم بكل البشر من كل النواحي أو دي مخلوقاته وعلينا إحنا كبشر إن إحنا ننظر للآخرين بنظرة ربنا فنشوف أي إنسان أيا إن كان هو في صورة الله خلقه على صورته ودي نظرة مهمة جدا لكل مؤمن إنه ينظر للآخرين نظرة صحيحة خلينا نخش في موضوع الغفران دلوقتي بيجري وعندي أسئلة كثيرة ثم بعد ثم م نأتي إلى موضوع بعد صورة الله أن المسيح مات ليس كفارة لخطايانا فقط طيب بل خطايا كل العالم ايضا. نعم. فهو بفدائه يشمل الجميع وهذا يعني نحن لا نعرف لكن هذا يعني ان كل انسان ممكن ان يصبح مؤمنا بالمسيح من اي دين او طائفه او لون او شيء حول العالم، مين ما كان يكون، ممكن يصير مسيحي لانه هذه قناعه شخصيه عندما يسمع عن المسيح قد يحب المسيح ويقبل الى المسيح امين؟ امين. هذا جداً. يعني انه م. في هذه البركه الاضافيه انه هذا اول شيء كل انسان في صوره الله نحترمه لاجل ذلك والامر الثاني أن كل مؤمن كل انسان, كل إنسان قد يصبح مؤمنا في المسيح نعم هلا إيه؟ هل في عندنا كيف يتعامل الله مع الجميع بالتساوي قد نحن نسيء الظن مرات كمسيحيين او مؤمنين هذا الذي كتبته قد نسيء الظن بالقول عن انفسنا انه لنا عنايه خاصه من الله كوننا مؤمنين به ومسيحيين. في ناس كتير بتفتكر كده، ام المؤمنين فاكرين ربنا يعني خصصهم هم لوحديهم للعنايه. صحيح. آه. هلا اذا نحن نؤمن بالعنايه اكيد لكن اذا زاد هذا الموضوع ممكن ان يسبب لنا ازمه اذا حدث امر يؤذينا مثل مرض او اعاقه او شيء. اين عنايتك رب أها هل يريد الله يعني من يعني هذا الذي يقول هذا هل يريد ان الله يعتني به فقط ولا يعتني بغيره اذا كان الله عادلا ومحبا هو يهتم بكل خليقته نعم فاذا اعتنى بواحد منا نحن المسيحيين فهذا لا يعني انه لا يعتني باي انسان اخر غير مسيحي هذا okay. من جهه العنايه يعني كيف يعني الصحة يعني شفاء من مرض يعني توفير الغذاء يعني شفاء من إعاقة يعني آه تماما الله بيحب الكل نعم هلا الآن الفعض بيقول أنه ما حدا بيسمع صلاة إلا صلاة المسيحي ما نحن قلنا أنه الله يشرب ويمطر الله يسمع صلاة كل الناس كل البشر كل البشر إليه يأتي كل البشر يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بني البشر يسلم تمك هذا يؤيد الكلام تماما لكن انا مدرك ايضا انه اذا نحن بدنا الفداء من الله ياتينا فقط من خلال المسيح امين لكن كل انسان يمكن ان يصلي طالبا شفاء من مرض سد حاجة يا رب إذا أنت ما رويت أرضي ما بقدر طعمي أولادي فيرسل الله المطر نعم. يساعد كل البشر لكن من يرغب في الخلاص من يرغب بالفداء من يرغب أن يتقابل مع الله ويتصالح معه يطلب منه هذا يطلب منه من خلال المسيح آمين هو الذي افتدانا هو الخلاص في المسيح لكن كخالق وخليقة الله يسمع كل صلاة البشر ويهتم بهم هذا ما رغبت ان اشدد عليه انا سمعت من حضرتك اختبار عن عنايه الله بيك في ليبيا نفسي اخذ مكالمه سريعه من الاخ ابو مهند وارجع اسمع اختبار عنايه الله بك في الموقف الصعب اللي حضرتك واجهته اخ ابو مهند عندنا وقت قليل لكن عايز اسمع منك سؤال في دقيقه اتفضل مساء الخير مساء النور اهلا بك تحيه محبه للاخ أشكرك. اشكرك اشكرك وضيفي الكريم شكرا بالنسبة ل, ل... على الجبل نعم نعرف أن الحكومات الأرضية دائما الملك يقدم خطاب العرش لمجلس النواب على أساس أنه يأخذ الثقة بالوزارة على هذا الخطاب كيف لا يكون ملك الملوك ورب الأرباب عندما يقدم خطاب العرش السامي اللي هو الموعظه على الجبل لا. هو عباره عن خطاب عرش سامي قدمه ملك الملوك ورب الارباب الى العالم ككل اشكرك يعرفوا ما هي الرساله التي جاء بها المسيح الى هذه الارض رساله المحبه رساله الاخوه رساله الامان رسالة الصدق رسالة كل شيء حسن في هذا العالم أشكرك جدا كتر خيرك يعني فعلا الموعزة على الجبل في متى خمسة و وسبعة هي رسالة العرش لملك الملوك شكرا من أجل هذه الإضافة أسيس قدم لنا فكرة عن عناية الله بيك كإنسان لما صرخت إليه وطلبت منه أن هو يعتني بك في الواقع عندما نعيش حياتنا وتمر عقود ونصبح في طريق الهبوط بعد أن وصلنا إلى أعلى الهرم يتبادر إلى ذهننا هل كان الله يرعانا كل أيامنا نعم صحيح نعم, صحيح. نعم. وسنجد عنايته ابتدات من طفولتنا بل ربما من قبل مولدنا. نعم. رعانا منذ صبانا. كان اشعياء يهزا بالذين يحملون الاصنام ويعتبرونها الهه. نعم. فكان يقول لهم الهتكم انتم تحملونها اما الهنا فهو يحملنا من من السرير الطفولة من المهدي إلى اللحدي من المهدي إلى اللحدي إلى هو يحملنا وحقيقة عندما نمر بظروف صعبة ونجد مخارج لأن الرب له في الموت مخارج نقول له مجدا لك ونرى مجده في حياتنا العملية اليومية أن نؤمن أن الله يتدخل في شؤوننا وينقذنا رغم المستحيل هذا ما حدث أنت ألمحت إليه عام 73 عندما ذهبت إلى مصر من لبنان لكي أقوم بخدمة خدمة وعظ وكان ذلك مع جمعية خلاص النفوس في أسيوط نعم. ذهبت إلى القاهرة مصر في اواخر شهر سبتمبر اول اكتوبر نعم قامت الحرب وهناك قدمت طلب لكي اذهب الى اسيوط كانت وقتها تسمى حرب الاستنزاف ايوه انه انا كغير مصري كان يجب أن اخذ تصريح لكي اذهب الى العمق المصري م. الى الصعيد وقدمنا طلب في ميدان التحرير في المجمع, المجمع. وانتظرت في القاهرة إلى أن أمنح هذا الإذن وكان 1 6 أكتوبر وابتدأت حرب تحرير سيناء والجيش المصري عبر القناة نعم. كنت هناك في الوقت ده. <applause> رافق هذا الوقت أحلام ورؤى رأيتها ونبهتني إلى ما يأتي وعندما شاركت غيري تعجبوا ثم حدث ما حدث من حرب بعد 24 ساعة من من هذا الحلم أو الرؤية وبقيت لأنه ما عاد في فرصة للوعظ تحولت الكنائس كلها إلى صلوات ولا أزال أذكر كيف ذهبنا إلى الكنيسة مثلا أيام الأحد فنرى النساء والرجال كلهم ركوعاً ولا على الأرض يصلي من أجل يصلون من أجل, سلام أجل أولادهم أجل أو أقاربهم في الجيش من أجل الحماية وبقيت في مصر تقريبا حوالي 25 يوم مش قادر أرجع على لبنان كنت متزوج وزوجتي وحدها وأنا لازم أرجع ولكن ما في طريق لا بحرا ولا جوا ولا برا فكانت النتيجة أنه طلبت من الرب المعونة قلت له اريد حكمتك ذهبت الى شركه طيران الشرق الاوسط تذكر ذاك الوقت في القاهره قلت له في طريق نروح لبنان قال نعم من طريق بنغازي ليبيا بنغازي بليبيا قلت لهم يعني وكيف الذهاب لهونيك قال بتروح بالبولمان بالباص الكبير تروح ل وبعدين التذكره اللي انت جيت فيها للقاهره مقبوله بتروح فيها على لبنان لكن قالوا لي لازم يكون معك فلوس زياده حتى تقدر تروح على على بني غازي لانه ما فيك تطير راسا في زحمه على الطيران وانت ممكن تبقى اسبوعين او ثلاثه تنتظر تنتظر في في بني غازي قبل ما تقدر هيدا وحسبت انه تقريبا لازم يكون معي على القليل يعني لا يقل عن 1500 ألفين دولار لا اقدر اقوم برحله مثل هيدي وهذاك الوقت لم يكن معي الا خمسين دولار ابدا ما عنديش غيرهم وكيف اذهب هل اغامر ابقى مع الذين اضافوني بكرمهم ومحبتهم في القاهره من الاحباء بيت فيليب نظير واشقاء في او الاحباء اذكرهم بسبب ديني الكبير لهم مديون لحبهم ام اذهب وزوجتي وحدها كمان الحرب قد تستمر قد تمتد نعم. لانه كانت بين سوريا واسرائيل ومصر واسرائيل ولبنان على الحدود امور اخرى فقلت يا رب ساعدني وألهمني ان امشي. فحجزت بالبولمان اتذكر الرحله كانت كانت تقريبا يوم كامل ونمنا في السلوم على الحدود بين مصر وليبيا ثم تابعنا سيرنا إلى اليوم الثاني بعد الظهر الساعة 3 أربعة وصلنا إلى بني غازي بعد يعني تقريبا يومين سفر وهناك لما وصلت طلبت حجز بطائرة بشركة الشرق الأوسط قالوا لي ثلاث أسابيع حتى يجي الدور عليك حتى يجي الدور عليك يعني كله في زحمة يعني. وأنا عم بفكر قال <applause> <applause> لي الموظف سجل الآن وإلا بتتأخر أكثر آه. قلت له طيب سجل بس أنا مش قادر أبقى ثلاثة أسابيع مدة طويلة أنا مفلس <applause> ما معي <عايش> فلوس كيف <applause> حعيش يعني. <applause> وحقيقة هذا كان الأمر صعب جدا فنزلت أول يوم بالأوتيل قلت أنا خليني أفكر بس أنه أرتاح شوي بعد سفر يومين بعدين أقوم وأدبر شؤوني ونفسي بهذا الأمر كيف أعود إلى الوطن فنزلت في الأوتيل ونمت حوالي ست ساعات تسعة في الليل ما بعد سفر النهار وقمت أتمشى في على البوليفار في م مدينة بني غازي نعم. أنوار الشاطئ على البحر كان منظر جميل, منظر جميل تسعة في الليل كنا في أواخر شهر أكتوبر الطقس جميل مش حر زيادة ولا هيدا أخذت سندويش وشيء مرطب وذهبت أجلس جوار الشاطئ وكان في مثل طريق سيمنت نقول بيتون على الصخور تمتد في وسط البحر تقريبا طريق مرصوف يعني ممهد ممهد علشان اللي بيحب يجلس على الصخور في البحر رحت كانت وحدي في الليل وال والاضواء خلفي وذهبت في ال في ال وجلست هناك اكلت العشاء وما عاد لي سوى أن أرفع قلبي إلى الله بالصلاة يا رب أرجوك ما إلي غيرك وكمن يرتمي على إلهه وحيدا مفلسا محتاجا مكروبا بدو خلاص بده إنقاذ أرغب في العودة إلى بيتي رحت أصلي والدمع في عيني نعم وأذكر أنني صليت وابتهلت وطلبت واسترحمت الرب كما نفعل عندما نصلي بحرارة وبينما كنت أصلي هذه الصلاة شعرت بصوت يملأ كياني غدا تكون في بيروت يا سلام صوت داخلي يعني يعني الله بيتكلم الصوت إليك صوت ملأ كياني يعني الله بيتكلم إلينا يتكلم معنا لا أدري كيف يا أخي م. صوت يملا كياني ضميري وجداني قلبي لا ادري كيف صوت قوي جهير يقول لي غسان غدا تكون في بيروت بالدارج بكره بتكون ببيروت غداً نعم غدا تكون في بيروت هذا الصوت تكرر غدا تكون في بيروت غدا تكون في بيروت غدا تكون في بيروت انا مش مصدق لكن رافق هذا الصوت سلام غمر قلبي كيف بدي أعبر عنه استعملت عبارات الرسول بولس سلام الله الذي يفوق العقل يملأ قلبك وفكرك حقيقة هذا ما شعرت به سلام عميق وكأن الرب أراد أن يؤكد لي وعده بموجة من السلام الداخلي نعم ترفعني عن شكوكي وعن ارتيابي هل هالصوت صحيح جاء سلام غمر قلبي فقمت متعزيا متشجعا بعد ساعه من الزمان هناك نفسي مرفوعه قلبي هيك متشجع ورجعت الى غرفتي في الفندق وانا اهلل يملا قلبي سلام عجيب وطمانينه غدا نكون يعني في صدقت صوت الله يعني مش بس سمعت الصوت لكن وثقت ان كلمه ربنا ورغم كل الصعوبات لكن هيحققها الحقيقه هيك واذا بدك ما بقدر اقول لك انه انا وثقت انا بدي اقول لك انه هو حملني على الوثوق امين قد ما في غمر من اليقين ومن السلام مش قادر ما صدق كان شيء رائع جدا لا, أذ... لا أزال أذكره تماما ونمت بكل راحة في الصباح عندما استيقظت الشيء الرهيب أن بقدر ما كان هناك سلام بالأمس وراحة في الصباح عندما استيقظت هاجمني شك مريب غريب عجيب شيطاني يسخر بي وكنت اسمع صوت القهقه الابليسيه يا ساتر اسمعها ترن في اذني يعني في صراع في حرب حقيقة فعلا حرب روحيه حقيقيه تماما شو في اسرار بهالنفس نعم صوت قهقها اليوم انت بدك تكون ببيروت اليوم اليوم ويضحك يضحك اصغر مني الى درجه هيك من حلاوه الروح ابعد عني يا شيطان م. لينتهرك الرب يا شيطان م. وكنت وقمت ابليس فيهرب منكم. امين وقمت اعالج نفسي وافطر واهيئ نفسي للسفر الى المطار لانه غدا اكون في بيروت هذا الصوت نعم فاتفقنا مع بعض الشباب وعملنا تاكسي مشترك لكي لا ندفع الواحد منا ما عندكش فلوس تخلصت فلوس وعملنا خمسه يعني بعد معايا حوالي 35 من ال 50 اه كان الدولار له قيمه تلك الايام نعم <applause> ومشينا الى مطار بني غازي كان مطار بدائي عم نحكي سنه 73 نعم كان على السبوره يكتبوا مواعيد الاقلاع والهبوط ما فيش كمبيوتر ولا حاجه <applause> في غرفه واسعه كده كانت بدون شبابيك لها سقف هو يعني هناك واقفين اللي حيسافروا ويجوا آه وكان في غرفة مثل مكتب آه. وخلاص آه أول يعني البدايات كانت فوصلنا وبعد ذلك جاءت سمعنا صوت طائرة وإجت الميدل إيست وصلت لهناك وأنزلت ركابها ثم هذاك الوقت في اربعين او خمسين الف لبناني yeah. كانوا بيشتغلوا ببني غازي بليبيا yeah. كانت بعد الثوره وليبيا في عاش واشغال واعمال mm. كثير من العرب راحوا يشتغلوا هناك mm. وكانت الطيارات دايما مشغوله بال, بال... ما فيش مكان. بال... بال... مكان ونحن رحنا على أساس اذا في على الويتنج ليست يعني لا احد الانتظار mm. اذا في محل كانت النتيجه اخي انه انا واقف هناك ونزل الركاب من الطائره ثم صعد لحجزين عن عندهم حجز، انا مم. ما عندي حجز بس على الويتنج آه. على الانتظار أه وكان هناك في بي على المطار عم بيناموا هناك لمده عشرة ايام 15 يوم مش قادرين يصرفوا ولا شيء قاعدين بارضهم في المطار بياكلوا شوكولا صباحا وظهرا ومساء يعني نابكنز حاجه صباح حاجه بياكلوا شيء بسيط مثل كيكس وغيره الفكره هنا انه صعد الذين يصعدون ثم سمعنا صراخ الظاهر انه كان في ضباط يقبلوا اللي بيدفع اكثر اه ياخذوا رشوه يطلعوه وانا مش بهالواري ما عندكش فلوس وانا كنت منتظر انه حد يناديني بالاسم لانه انا موعود انه غدا انا اكون في بيروت وكنت yeah. مطمئن انه حيجي واحد يقول لي تعال تعال. <applause> تعال غسان ادخل الطياره اقفلت الطياره بابها واقلعت وغسان على ارض المطار ولا سافر ولا حاجه وهناك جاء ما يسمى في حياتي ببلوعه الياس هذا تعبير انه واحد بيدخل في بلوعه الياس عندما طبعًا. يحبط وأنا موعود وسلام الله رافق الوعد وطيارة أمامي وسيلة وصلت وسيلة, 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 وسيلة وصول إلى بيروت مم. وطلعت الطيارة مشيت وأنا على أرض المطار فأصبت بإحباط شديد ويأس بلوعة سقط فيها مم. مم. وشعرت أن كل إيماني يتدمر ويتهاوى ويسقط آه وكنت في حالة مقطب بالوجه مكمده آه بتذكر إلى الآن أحد الرفاق وقف هناك من هودي جيت معهم بتاكسي سوا أحد اللبنانيين بي... بيقول لي أستاذ شو شو بك شو بيك؟ إيه اللي جرى لك؟ إيه, 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 يعني؟ إيه اللي حصل معك يعني؟ اللي جرى لك؟ شو حصل معك؟ كان يرى في وجهي آه. آه ما يدل على بلوعة اليأس. أحباط شديد. شيء من هذا لا استطيع ان اصف كيف ما عنديش مرآة لكن هو لاحظ ولاحظت ان كل ما في يتهاوى لانه الوعد كان واضحا والصوت واضح والسلام العجيب لما اختبره بحياتي رافقة هذا الصوت وايمان وثقه يقين انه انا غدا في بيروت والان الطائره تسير فاحبط وتهاويت وسقط مم. يعني شيء بغيض بغيض جدا مم. يا أخي مر ساعة وهذا أنا بهذه الحالة وغيري أيضا مثلي من الذين لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى بيروت وكانوا تقريبا حوالي مائة في المطار مش قادرين يروحوا على بنغازي ويرجعوا بقيوا في الأرض يناموا على الأرض ما فيش الأرض. فلوس ما فيش مصاري ما فيش مواصلات رائحة كريهة ما فيش مم. حمامات ما فيش مش عم يعملوا دوش والاحوال صحيح. صعبه جدا اللحى كبيره وكل وشتائم وبتعرف ضد الدوله والحكومه وشركات طيب. يعني م. وقلنا ماذا نفعل هيك بر الساعه الثانيه رجعنا اتفقنا انه نحن اللي جينا من بني غازي نرجع ناخذ تاكسي مره ثانيه ونرجع علشان نوفر فلوسنا. م. اخي الحبيب اذكر تماما أن اتفقنا مع التاكسي وجهز السيارة وأتينا كلنا الخمسة إلى جانب السائق وضعت يدي على باب السيارة لكي أفتحها لكي نمشي إلى بنغازي مم. انتهى الموضوع وإذا بنا نسمع صوت طائرة آتية أوه. ما كانش مفروض في طائرات تيجي في الوقت ده وقفنا صح طلعنا اقتربت 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 ها هذه الأرزة الخضراء هذه علامة الميدل إيست أوب رجعت لم تصل إلى بيروت ماذا حدث؟ الحرب ابتدأت في بيروت مطار بيروت مقفل لكي ترجع هذه الطائرة التي ذهبت قبل ساعتين اه فأحبطنا أكثر واضطربنا أكثر أنه شو صار بمطار بيروت حتى الطائرة هذه ترجع مرة ترجع تانية. مرة تانية. وافكارنا خبطت كل الموجودين هناك يعني صاروا يسالوا الله يا رب ارحم بلدنا قلنا ابتدات الحرب هناك و... وجاءت الطائره وهبطت وقفت بالمطار كما يجب ان تقف بينزل منها احد بيطلع احد رجال الشرطه والبوليس بيعطوه مكبر للصوت بيوقف على ال... قائد الطائرة, الطائرة. يقف على مدخل الطائرة بيقول: أتينا من أثينا بشكل خاص وطائرتنا فارغة لكي ننقل كل اللبنانيين هنا إلى بيروت الآن واو. فاصعدوا إلى الطائرة واو مش معقول غير مخصوص <applause> ماذا أقول لك نعم ماذا أقول لك كيف ما حدث لي أنا المحبط الساقط في بلوعة اليأس ماذا حدث لي في تلك اللحظة لا يوصف طبعا هل الو... حقيقة هذا كل شيء الذي كان قد سقط في عاد فانتعش وقام وإلى اليوم له الماجد بشكل لا يوصف إلهي نعم. نعم. وصعدنا كل المقطوعين في المطار اللي صار لهم شهر وشهر ونص وثلاث اسابيع كل الموجودين صعدنا الى الطائره وذهبت بنا الطائره الى بيروت وتحقق ما وعد به له المجد وهذا الاختبار لا انساه واعتبره محطه مهمه في حياتي لما صعدنا الى الطائره جلسنا انا جلست في الخلف وما وال... في بقى على ال... ما في على المقعد مم. مكان كل واحد يقعد في اي مكان, مكان. لا اطلعوا بس نقعد فانا قعدت في الخلف وكانوا الموجودين عم بيغنوا وبيرقصوا مش بكل بصدقين. الاغاني اللبنانيه وفاجأت. وال بتعرف صباح ووديع الصافي وكله فيروز وفرح وصخب وانا في الخار... في ورائي اقول افرحوا على حسابي لأنه آه على حسابي الرب وعدني أعطاك <applause> طيارة مخصوص أو حقيقة في الثامنة مساء كنت في بيتي أدق الباب وزوجتي تستقبلني مندهشة لا تليفونات ولا أخبار وعدت بالسلام وأسجل هذا لمجد الرب وعنايته الفائقة وكيف يهتم بنا ويحيطنا بعنايته أشكرك إنك فتحت قلبك لكن عندي أسئلة الله خصوصا لما بنتكلم عن ليبيا، حضرتك عارف ان من عده شهور فقدنا بعض الشباب المسيحي الاتقياء جدا اللي هم مسكوهم داعش وذبحوهم ذبحا على شواطئ ليبيا. والان كثيرين من اللبنانيين والمصريين عالقين ايضا في ليبيا ويعيشون في خوف شديد. وايضا في كل البلاد العربيه النهارده مؤمنين كثيرين يتعرضون للفزع والخوف والهلع كل يوم ماذا تقول لهم وكيف نحول هذا الاختبار الشخصي الى اختبارات جديده في حياه كل من يشاهدون في هذا اليوم انا اعتقد اخي ان الرب يسجل في حياه كل واحد منا استجابات صلاة ومرات لا يسجل نعم لكي نتعلم من مر الحياة وحلوها يعني زي ما بيقول في عبرانيين 11 بعض الناس بالإيمان نجوا وبعض الناس بالإيمان نشروا حتى بالسيف صحيح ونحن نعرف عن الرسل في عمل الرسل أن يعقوب قطع رأسه وبطرس خرج من السجن نجا. صحيح وفي الحياة نفسها مع الشخص نفسه ممكن يحدث استجابة صلاة وقد لا يحدث ومرات نعاني ومرات ينقذنا الرب كل هذا في تدبيراته لخيرنا وبناء حياتنا لكن هنا أسجل يا أخي أن كل من يتألم في هذه الظروف وبخاصة في ليبيا كما ذكرت أو الذين ماتوا من أجل الشهادة ليسوع هم فعلا شهداء نعم لانه هؤلاء خيروا أن ينكروا المسيح ويعيشوا أن ينكروا المسيح أو أن يموتوا نعم ففضلوا أن يموتوا إحنا فخورين بيهم، فخورين بشهادتهم وحتى بعض العلماء في أمريكا ابتدوا يكتبوا حاجات مش قادرين يصدقوها يقول لك معقولة الناس دي واجهت الموت بهذا السلام وهذا الهدوء أنا سمعت بعض الأمريكان بيتكلم يقول لك لا ده باين عليهم كانوا واخدين مخدر او حاجه مش قادرين يصدقوا ان الناس دولت كانوا مؤمنين بالمسيح واثقين ان لما تقطع رؤوسهم هيكونوا مع المسيح هؤلاء الذين يعيشون في امريكا يعيشون في عالم اخر نعم بكل اسف مريخي نعم. لا ينتسبون الى ما تعاني الكنيسه في الشرق الاوسط اخي الحبيب هؤلاء شهداء نعم وانتبه الرب يهتم بهم. عندما جرى ما حدث انا كتبت على الفيسبوك في صفحتي انا قبطي. لا. تضامنا مع لا. هؤلاء. نعم. ش... ولنا شرف كبير ان نكون ننتسب الى اعمال البطوله هذه لانهم فعلا الابطال الابطال. أنا بشكر ربنا إن أنا واثق هقول حاجة أسيس وعايزك تأكدها أو ترفضها. أنا واثق إن في يوم من الأيام هيجي الوقت إن احنا نسمع داعشيين قاموا بذبح هؤلاء الأبطال والشهداء يؤمنوا بالمسيح نتيجة لإيمان هؤلاء بطريقة عملية قدام عينيهم ورفضهم لإنكار المسيح وقبولهم للموت بهذه الشجاعة. ولن تكون هذه المرة الأولى إذا تاب أحد من الداعشيين لأنه اشترك في هذه المجزرة لقد سبق وآمن شاول, شاول الطرصوصي وهو من هو لا. في مجال الإرهاب م. بسبب شهادة استيفانوس نعم والله دائما يعمل بهذا ودماء الشهداء هم بذار الكنيسة نعم. وسيتقدم الإيمان في ليبيا بشكل لا يوصف وفي كل بلادنا العربية بسبب ما يحدث الآن لكن لنصبر لأن هذه المحبة للرب والأمانة له ستجعل كثيرين يلجؤون إلى الرب ويطلبون منه الغفران والمسامحة وسنرى جيشا عظيما جدا جدا يقف ويهلل مسبحا المسيح في بلداننا قدامنا دقيقة نفسي بس تختم عبارة بسيطة عن ماذا قال المسيح في نهاية عزة الجبل وقال إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم وإن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلتكم فضل دية ماذا تقول لكل المشاهدين هذا يعني أن يسوع زرع في الأرض مبدأ المصالحة والمسامحة الذي هو منجاة لسكان الأرض مما يحدث الآن في شرقنا عندما علم يسوع أن لا يسمع لك الله إلا إذا سمحت غيرك هذا يعني أنه يجب أن أعمل عمل مصالح مع غيري قبل أن يقبلني الله وأن القتل باسم الله ليس منه والإجرام باسم الله ليس منه الله مع السلام والمحبة بين البشر وأرجو من أصدقائنا هناك من مسلمين شيعة أو سنة أن يتصالحوا ويقبلوا الله. نصيحة المسيح بذلك وإلا سيفنون بعضهم بعضا لا. سيكون الشرق الأوسط هذه البلدان التي فيها هذه المذاهب الإسلامية المتناحرة سيقضون على بعضهم ونحن من موقعنا المحب الراغب في الخير الكلي لهؤلاء الذين يشاركوننا المواطنه من دولنا اقول لهم تصالحوا مع الله بالمسيح يسهل عليكم ان تتصالحوا بعضكم مع بعض وبامكانكم هنا لا أن تفنوا بعضكم بعضا ولكن أن تحيوا بسلام وازدهار حرام يضيعوا هذه الفرصة ولا يقبلوا سلام المسيح آمين أشكرك الوالد الفاضل للقصة الدكتور غسان خلف على وجودك معنا على شرحك لكلمة الله وعلى فتح قلبك عشان تشاركنا بحياتك العملية واختباراتك مع الله ما كملناش جزء من معاذ على الجبل اتمنى في رحلتك القادمه الى امريكا انك تعطينا فرصه حتى نستكمل معاك حوارنا عن باقي اسئله المعاذ على الجبل احبائي ومشاهديه في كل مكان المعاذ على الجبل هي تعليم يعاش المسيح عاشه بالكامل وعايز كل المؤمنين به يعيشوه وخصوصا في اصعب الاوقات في تاريخ البشريه نحن نواجه وقت عصيب وصعب للغاية لكن نحتاج لفهم كلمة الله فهما صادقا حقيقيا وأن نطبق هذا التعليم على أرض الواقع حتى نغير العالم من حولنا اطلبوا معونا من السماء حتى نعيش كلام المسيح شكرا لكم وإلى اللقاء